بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نبدأ إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض اللازانيا بالخضار والدجاج. تعال نشوف هنحتاج ايه. هنحتاج حوالي نص كيلو لازانيا اللي هو مكرونة اللازانيا دي، وهنحتاج الخضار اللي انتي حابة تحطيه مع الأكل لولادك. أنا حاطة هنا كوسة وجزر وبطاطس وبصل وتوم وفلفل أخضر أو ممكن ألوان براحتك، والفراخ اللي أنا هشتغل فيها. يلا بينا نشوف هنشتغل فيهم ازاي. طبعا اي خضرة من دول قابلة ان انت غيريها، تحطي اللي تحبيه، تشيلي اللي مش عايزاه بالشكل ده، تزودي حاجة، تحطي حاجة. ممكن نحط مشروم زيادة، ممكن نحط حاجات كتير زيادة، وممكن نشيل حاجات كتير اللي انت حابة. في طاسة على النار بحط معلقة سمن او زيت او اللي انت حابة تستخدميه. طبعا هبدأ الاول بالبصل كده، اضيع منه الريحة ثواني بس، وهنزل عليه على طول بالفراخ. هحط الفراخ بتاعتي ومعاها طبعا التوم، هي واخده معاها من الخضار علشان حواليها، ما فيش مشكله، كله في الاخر هيبقى مع بعضه. بس هقلب الفراخ شويه لغايه ما لونها الابيض يطلع، تبقى دخلت على سوا. هنزل بالخضار بتاعي، هو كل الخضار انا بشراه، فمش هيجرى حاجه لما يبقى كله، لانه كله هيبقى سوا في واحد يعني مبشور. هنزل هنا بالخضار بتاعي كله بعد ما استوى الفراخ، وهنزل بيه كله، هديله تشويحة بسيطة، مش عايزاه كده يدوب، عايزاه بس يبقى في قرشة، ما يبقاش دايب خالص. وهحط مع الصلصة بتاعتي معلقتين بصات كده، هنقلب الخضار كويس ونسيبه ثواني وندفع عليه كده. يبقى الحشوة بتاعتي جهزت، والحشوة دي خطيرة وطعمها جميل جدا، ممكن تدفع معاكي في اي حاجة مش بس في اللازانيا. ممكن تستعمليها مع جلاش، ممكن تستعمليها مع سمبوسة بس تخففي الصلصة، هتبقى في منتهى الجمال. هنجيب الصينية بتاعتنا او الحاجة اللي احنا هنشتغل فيها، هحط كده معلقتين. طبعا احنا عملنا البشاميل قبل كده مع بعض، وده البشاميل بالجبنة، ففي كم من الجبنة هايل. انا هسيب لك برضو اللينك بتاع البشاميل في صندوق الوصف، عشان احنا عملناه كتير مع بعض قبل كده، عشان كده اختصرت الخطوة دي. انا هحط طبقة بشاميل وعليها اللازانيا. انا ما بسلقش اللازانيا لان هي هتستوي تلقائي كده مع الخضار والسوائل اللي في الخضار والبشاميل، وهتشوفي الكلام اللي بقوله لك هتعرفي اني هتستوي اكيد. يعني انا ما بعملهاش ابدا مسلوقه كده على طول، يعني اذا كان مكتوب على العلبه بتتسلق، او اذا كان مكتوب على العلبه ما بتتسلقش كده، يعني بتطلع ماسكه نفسيها وحلوه ومش صايصه وزيطه كده في الصوص والبشاميل، اللي بتطلع قطعه خرطه كده جميله. احنا بنحط طبعا طبقه من الطريقه اللي تحبي ترصي بيها الصينيه بتاعتك ترصي. انا ما بحبش البشاميل في الاول علشان المكرونة تاخد منه، بحب الصلصة الحمراء اللي تبقى في الأول عشان المكرونة تاخد منها يعني، فبحط عليها هي على طول الصلصة الحمراء، ما تاخد من الصلصة الحمراء بتبقى طعمها حلو قوي. واحنا كده كده بنرش تاني كمان جبنة وسط الطبقات. هنحط كمان صوص البشاميل، هنتبادل كده في الطبقات لغاية ما الحشو اللي عندي كله يخلص. طعمها وهم، أجمل بكتير من اللي فيها لحمة، هتعجبك جدا. ووجبة كاملة فيها خضارك وفيها النشويات بتاعتك وفيها الفراخ اللي هو الدجاج يعني. هنزل كمان بكمان معلقتين صوص بشاميل. الحشوات دي أذواق يعني، انتي الذوق اللي يعجبك وبالطريقة. انا اديكي الفكرة وانتي حطي الحاجات اللي عندك وامكانياتك. في ناس مش بتحبها خالص بأي انواع من الحاجات دي كلها، بتاخدها بس مع خضار، فبتبقى برضو طعمها حلو، والحشوة برضو بتبقى روعة بدون فراخ، هتعجبك. انا بحشي بيها السمبوسك رائعة بدون فراخ. هرش كمان جبنة، الجبنة دي ميكس، عندي رومي وعندي برمزان وعندي شيدر.
انا عامله ميكس منها وكمان الموتزاريلا. هنكمل كده اخر طبقة في الصينية، لازم تكون مكرونة عشان هتبقى وش الطبق. اقصد يعني رقائق اللازانيا، عشان انا بقول عليها مكرونة على طول. هنحط بقى كمية الصلصة البيضة، وصلصة البيضة حط فيها كمية محترمة كده من الجبنة، طعمها كمان جميل جدا. هنساوي الطبق، ما تحاوليش تكتري فيها عشان بتبقى للآخر، المكرونة بتزيد طبعا وبتبقى للآخر الصينية، فحاولي تسيبي مسافة كده فيها. وبعد ما تخلصي ترشي على الوش جبنة، يعني الطبقة الأخيرة بتكون جبن بس. ما تحدقيهاش قوي لأن هي يعني واخدة كل بهاراتها والحدق بتاعها، يعني كل حط لها ملح وكل حاجة، فالجبنة بتزود حدقيتها، فما تكتريش عشان ما تزودش الحدقية معاكي. واحنا حاطين كتير في الصلصة البيضة جبنة، وهحط موتزاريلا. الموتزاريلا ملهاش ملح ولا طعم، فهنحط كتير موتزاريلا على الوش، ما فيش مشكلة. الطبق ده جميل جدا وبديل خفيف اخف شوية من البشاميل، المكرونة بشاميل. طبعا احنا هننضف الطبق قبل ما يدخل الفرن، عشان اي حاجة على الحواف بتاعة الطبق هتتحرق ويبقى شكل الطبق مش حلو. انتي هتقدميه بالطبق بتاعه كده، قصدي بالصينية، يعني اي حاجة على طرف الصينية هتتحرق ويبقى شكلها مش حلو. تيجي في التقديم هتلاقي شكلها مش نظيف ومش هتقدري تطلعيها لضيوفك، فلازم ننضف الطبق من الجناب او لأهل بيتك. يعني سويناها في الفرن متوسطة، اللي هي مش حامية قوي، وعلى الرف في النص كده، على درجة في حدود درجة 200 220، بتاخد حوالي تلت ساعة معاكي عبال ما وشها يحمر. كمان تطلعيها السطح فوق اللي هو تحت الشواية على طول، تولعي الشواية عليها 10 دقايق وتبقى استوت معاكي. وبالشكل ده مكرونة مستوية، اللحمة مستوية من جوه، قصدي الفراخ مستوي، الخضار جميل طعمه، الخلطة نفسها الحشوة اللي من جوه هتعجبك جدا. هنشوف مع بعض دلوقتي واحنا قاطعينها. جميلة جميلة جميلة. دي شكل الطبقات من الجنب بتاع الصينية. وكده لما قطعنا منها طعمها تحفة وحكاية بجد، يعني جربيها، أحلى بكتير من اللي باللحمة. وطبعا طبق كامل من كله، في الخضار وفي الفراخ وفي يعني بروتين ونشويات وخضار، وهتتبسطي منه جدا الطبق ده. وتغيير، مش كل حاجة لحمة لحمة لحمة، ممكن يبقى بالخضار بس طعمه جميل. وكده قدمنا الطبق بتاعنا. وإن عجبك الفيديو اشترك وفعل الجرس ولايك عشان يوصلك جديد. نانا وسمسمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.